تمسكا بتاريخ وثقافة حية لم يموتا، تتحدى فرقة لون الصعابة والمعوقات لتخرج للجمهور عملا فنيا حيويا للحفاظ على لغة عريقة تعد جزءا هاما من التاريخ السوري القديم. في مهرجان اللغة الآرامية الأول في سوريا قدم 20 عازفا وراقصا و130 مغنيا لوحات متميزة لجمهور واسع لا يعرف معظمه هذه اللغة، ليشهد المكان تفاعلا كبيرا. اجتمعنا بلونا وأحسسنا بأنه لازم نتعلم هذه اللغة اللي هي لغة قديمة، لأنه هي لغة ما زالت حية. ليش نحن لندفنها إذا هي ما زالت حية؟ لغة قدرت تصمد 3200 سنة رغم وجود لغة أقوى منها معها، هي اللغة العربية. فقررنا نتعلم اللغة العربية. تعلمنا عند الراحل جورج رزق الله كيف نقرأ كيف نفهم، وتعلمنا أيضا كيف نغني. ما يزال أهل معلول السورية يتحدثون اللغة الآرامية ويتناقلونها جيلا بعد جيل، حيث يدرسونها لأطفالهم بجانب اللغة العربية في المدارس. فعدم وجود أبجدية تكتب من خلالها دفعهم لكتابتها بحروف عربية. هي اللغة من أساس القوميات، لازم نحن نحافظ على هاللغة من كل الجهات. يعني نحن اللغة العربية يعني عم نمارسها بشكل يومي وعلى طول، بس كمان هي لغتنا نحن. تأثير اللغة الآرامية في حياة السوريين اليوم ما يزال موجوداً في العديد من المفردات في اللهجات المحكية، وهذا ما يؤكده العديد من الباحثين في اللغات القديمة. في حين تواجه اللغة التي سادت لقرون قبل 3000 سنة خطر الاندثار، تأمل هذه النشاطات والمبادرات الأهلية في مساعدتها على البقاء ومقاومة خطر الاضمحلال.